أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهر يعلم مثاقيل الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار ولا تواري سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر في وعر ولا بحر ما في وعر ولا جبل ما في قعر يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الست يا كثير الغفران يا عظيم المغفرة يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا مولانا ألا تشوي وجوهنا بالنار ألا تشوي وجوهنا بالنار يا رحمن يا رحيم يا كريم يا لطيف يا ودود يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وأثلج صدورنا بالقرآن، وأصلح شأننا بالقرآن، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن، يا عزيز يا غفار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.